أيها الإخوة الكرام، الإنسان أحياناً يحب التفاصيل، وفي أحيان كثيرة يحب الكلمات المركزة. فأنا في طريقي إلى هذا المسجد الطيب أردت أن أطرح نصين مختصرين من كلمتين. الأول: لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. كلام مختصر جامع مانع. لا يخافن في طغاة، في جبابرة، في ظلام، في قهر، في سفك دماء كما ترون وتسمعون، لكن بالنهاية لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. ما في قوة بتزيح عنك المشكلة إلا الله عز وجل. لذلك قالوا: لا ملجأ منك إلا إليك. الجهة الوحيدة في الكون التي تفر منها إليها والله، تفر منها من عقابها إليها والله. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. إذن لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. الآن هؤلاء القوى، المرض قوة، الجرثومة قوة، ما في شيء بالكون إلا بقبضة الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات والأرض. دقق: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ اقتران شيء بشيء. من ذا الذي يشفع يجمع عنده بملكه إلا بإذنه؟ يعني أنت نايم مثلاً بخيمة وفي أفعى، لا يمكن لهذه الأفعى أن تصل إليك إلا بإذن الله. عشان تطمئن، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. أيام دولة عظمى تبيع دولة صغرى طيران، هذه الطائرة تملكتها الدولة الصغرى وقد تقصف بها وتدمر. الدولة الكبرى ما لها علاقة، باعت طائرة لدولة دفعت ثمنها. بس عند الله، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. خلق هذا الشيء المخلوق بيد الله عز وجل، له مقاليد السماوات والأرض. هذا التوحيد. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. يعني ممكن نضغط التجارة كلها بكلمة، ممكن: إنها الربح، فإن لم تربح فلست تاجر. ممكن نضغط الدين كله بكلمة، ممكن. الكلمة هي التوحيد. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. الإنسان بالتوحيد ينجو من القهر. الإنسان من دون توحيد يسحق. لذلك حينما ترى يد الله تعمل وحدها، الآية: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. جعل بعد أن كانت عليا، كفار قريش بيدهم مقاليد الأمور في الجزيرة، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. هلأ في عنا ملمح بالنحو: وكلمة الله هي العليا. بحسب قواعد اللغة، جعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة معطوفة. الآية ليست كذلك، وكلمة الله هي العليا. الملمح الدقيق بالآية:
إذا أن وكلمة الذين كفروا، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، لو عطفناه بعد أن كان السفلى ولا معنى فاسد، صار في وقف وصار في كلام استئنافي. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وقف، كلام جديد مستأنف، وكلمة الله هي العليا دائما، في دقة بالغة. لذلك التوحيد هو الدين. ما دمت ترى أن يد الله تعمل وحدها، يد الله تعمل وحدها، وليس هناك قوة في الكون يمكن أن تتحرك من عند ذاتها. لذلك بيقولوا يعني واحد راكب سفينة، سفينة عملاقة حملت مثلاً طائرات أو حملت نفط، وأيام تحمل مليوني طن من أعلى الحمولات، مليوني طن، وماشي باتجاه الغرب. فراكب ركاب السفينة أراد أن يتحداها، وقام مشي على ظهر السفينة باتجاه الشرق، بس هي كلها ماشية نحو الغرب. فتحديه مضحك، الأمر بيد الله عز وجل. فأنت في قبضة الله، وما في شيء نحتاجه نحن، ولا سيما في الظروف الصعبة كالتوحيد. التوحيد يطهر الإنسان من الشرك، وقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. ما دام في شرك في رعب، لذلك الشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وأنه أن تحب على جور وأن تبغض على عدل. أحد نصحك بأدب بينك وبينه ما تحملته، في عنده شرك خفي الإنسان. لذلك الشرك الجلي غير موجود الآن، غير موجود بالعالم الإسلامي. ما في عندنا إله يعبد إلا الله. بجوز بآسيا في بوذا، في آلهة تعبد من دون الله. نحن بالعالم الإسلامي شرك جلي ما في، هذا من فضل الله عز وجل. لكن النبي شو بيقول؟ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، مو ظاهر. تؤيده الآية الكريمة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. القرآن: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لذلك أخطر شيء بحياتنا ليس الشرك الجلي، هذا انتهى بعد ظهور الإسلام ونزول القرآن. شرك جلي ما في بالعالم الإسلامي، بس أخوف شيء الشرك الخفي، أن ترى أن جهة في الأرض يمكن أن تنفعك أو أن تضرك. لذلك لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا التوحيد. مرة ثالثة، ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. أنت بالتوحيد حر، تخضع لله وحده. فكيدوني جميعا، تحدي، ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. دقيقة، ما من دابة، كل شيء يدب على وجه الأرض. أنا ترى أحياناً نقطة سودة على البلاط ماشية، هي شو اسمها؟ هي دويبية، دويبية، نقطة سودة فيها أجهزة. مثلاً ضع إيدك أمامك توقف، معنا في عندنا بصر. الدويبية نقطة سودة، هي أقل من النمل بكثير، نقطة سودة ماشية، حط إيدك أمامك توقف. لذلك الدويبية أصغر مخلوق تراه العين، ومع ذلك ورد
بالقرآن الكريم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة. هذه البعوضة يعني الناموسة، يعني إذا واحد وقعت ناموسة فوق إيده وقام قتله بحس حاله قاتل مثلاً، مستحيل. لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. إذاً أي شيء يتحرك بقبضة الله. فكيدوني جميعاً، تحدي، ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. لو أننا نحن عايشين بعصر الديناصورات بدءاً من دويبية لا ترى إلا نقطة سوداء، وانتهاء بديناصور، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على. حينما تأتي كلمة على مع الذات الإلهية معنى ذلك أن الله ألزم ذاته العلية بالاستقامة. إن ربي على صراط مستقيم. كلمة على مع الذات الإلهية تعني أن الله ألزم ذاته بهذا، وعلى الله قصد السبيل، وعلى الله قصد السبيل. إن علينا للهدى. حيثما رأيتم كلمة على مع لفظ الجلالة معنى ذلك أن الله ألزم ذاته العلية بهداية خلقه. صدق ولا أبالغ، في بالجامع الصغير حوالي 50 حديث، الجامع الصغير كتاب أحاديث مرتب على الأبجدية، ففي حق حق حق، حق الزوج على زوجته، حق الرجل على أولاده، أحاديث 50 حديث. بس أنا بخاطب الشباب الآن، في حديث واحد تقرأه فيقشعر بدنك، حق المسلم على الله، معكوس الله، أن يعينه إذا طلب العفاف. يعني شاب ما زنى، غاضب بصره، بار بوالديه، ما بيملك شيء، ما بيملك شيء. أحد علماء الشام، أخ كريم والله، جاءه شاب قال له أنا بدي أتزوج بس ما عندي شيء، لا عندي بيت ولا عندي دخل ثابت، كيف؟ قال له اتق الله. الشاب تألم من الجواب، قال له كي اتقي الله وين تنصرف؟ وين تنصرف؟ شو اتقي الله؟ قال له والله هذا اللي عندي. هذا الشاب التقيت به، هذا الشاب عنده محل مكتبي بأحد أحياء دمشق، يعني نرجو الله أنه تعطيه ثمن طعامه، مكتبة صغيرة كثير. فلما قال له اتقي الله، خطر بباله أنه تعال نطبق. استحى مني، قال لي والله أنا نويت جرب الموضوع تجريب، يعني غض بصره وغض حازم تمام، وبيشتغل موظف عند واحد كان على غير المكتبة. فاستقام تماما 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 صلواته. بيجي لعنده شخص من وجهاء الحي، قال له يا ابني انت متزوج؟ قال له لا والله. قال له بعت امك لعنا. توقع بالمية مليون انه في عندها مشكله، في عندها نقص شديد حتى عرض على، يعني بالمناسبه تعرض على شاب بنتك، هذا فعل نبوي. الايه اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. سيدنا شعيب، سيدنا موسى، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني. فبعت أمه، مو معقول، بنت ممتازة، وانعرض عليه، وافق، دخلوا معه شريك أبوه، أبوه من كبار تجار الزيت، وصار بوضع جيد. فتذكر كلمته للشيخ أسامة، الشيخ ساري الرفاعي الله يحفظه،
قال له وين تنصرف هي؟ مش عم صرفت. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. شاف الآية هي؟ إلى سياق ولا سواق ولا لحاق. لو نزعت من سياقها وقانون هي بالسياق معناها ومن يتق الله في تطليق زوجته طلقة واحدة مو ثلاثة سنة رشة هلا دراكة واحدة ورا واحدة. من يتق الله في تطليق زوجته يجعل الله له مخرجا إلى إرجاعها. طلقة واحدة مع أول قراءة والثاني والثاني 90 يوم. إلا ما تقول أنا غلطان سرعت إن وضعت يدك على يدها راجعت انتهى الأمر. ما حكيت ولا كلمة هيك وضعت يدك على يدها كأنك راجعت أو إلا راجعتك. فهي أول طلقة معك 3 أشهر 90 يوم. غلطت مرة ثانية عملت طلقة ثانية معك كمان 90 يوم. أما بالطلاق بالثلاثة أنت خالفت شرع الله عز وجل. شو الآية؟ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فلما قال له اتق الله قال له وين تنصرف؟ قامت انصرفت وتزوجها والآن هو من كبار تجار الزيت في الشام حي مرزق. قال وين تنصرف هي؟ فأنت لما بتعامل الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فأنا بقول ما في شاب أول حياته طبعا في عنده مطالب كبيرة من حقه. شو بده الشاب؟ بدي أحكي باسمه. بده 3 أشياء. بده فرصة عمل. مرة شفت صاحب معمل قال لي أنا عندي 83 عامل وناوي وقف. ليش وقف؟ قال لي والله ما في ربح صلنا شي 3 سنوات المصاريف قد الأرباح. قال له وثلاثة وثمانين. قال له والله بدهم يبقوا بلا عمل. قلت له أنت فاتح 83 بيت وفوض البيت فيه 5 أشخاص ضرب 5 × 83 مع الأب والأم أيام بيطلعوا 500 إنسان. 500 إنسان عم يأكلوا للمعمل وأنت لا تشعر. هذا مو ربح. هذا فاتح معمل ما تربح هذا ما ملايين أساسا بس 500 شخص عم يأكلوا للمعمل. والله الله يرضى عليه استجاب وما عاد بلغ. 86 عامل فاتحين بيوت هون عمال عندك بالمعمل. لو ألغيت المعمل ووقفته أنت أغلقت 86 بيت. مو كل الربح مادي يا أخوان. أيام في ربح معنوي لا يقدر بثمن. مو كل ربح مادي. فلذلك ومن يتق الله يجعل له مخرجا. شوف انزعم السياق لحاله قانون من يتق الله في كسب ماله يجعل الله له مخرجا من إتلافه. ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. في بلبنان بالحازمية بناء أنا بعرف صاحبه عنده معمل خيوط أقسم بالله في عليه زكاة مال مبلغ ضخم دفعه بأحداث لبنان الأليمة وغلق المعمل. بعد 2 سنين هديت الأمور اجى على المعمل بالحازمية فتح مثل ما قفل فتح كل شيء بمحله ما خسر ولا قرش. جنبه معمل بنفس البناء فتحوا أصحابه رجع المعمل على عضمه يعني ما خلوا شيء ما انسرق فيه. الحنفيات غير الأساس والآلات ما خلوا شيء. ليش المعمل انسرق؟ هذا ما انسرق. ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. في قوانين يا أخوان قوانين. هذا الإله العظيم ما تركك على الحظوظ أنت وحظك. لا ما في حظوظ في قوانين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فأنت اتقي الله وشوف. فالحديث حق المسلم على الله
أن يعينه إذا طلب العفاف. مرة فات لعندي شخص عمره فوق 90 سنة، ما في عندي شيء ضيف، وليت في قطعة جاتا مرتبة، من له كاسة الشاي وقطعة جاتا، حط أول لقمة بتمه بالشوكة. الله قال كلمة أنا تأثرت فيها، قال سبحان من قسم لنا هذا ولا ينسى من خلقه أحدا. يعني أنت شاب، الله ما بينساك، أنت خايف منه عم تغض بصرك، ما رحت ما عملت عمل غلط أبدا، ولا خربطت مع الله، ولا أطلقت بصرك بالحرام، خايف منه، تصل إلى زواج، إي والله زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. فأنت عامل الله عز وجل لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. والحمد لله رب العالمين.